بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر مهندس محمد ناصر الغانم، السيد سكرتير عام اتحاد الدولي للاتصالات دكتور حمدون توري، السيد هولين زاهو، السادة مدراء المكاتب الثلاثة للاتحاد الدولي للاتصالات، السيدات والسادة الموقرين رؤساء وأعضاء الوفود الموقرة، يسعدني ويشرفني اليوم أن أتحدث إليكم في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي السادس لتنمية الاتصالات الذي تستضيفه الشقيقة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي الساحرة. ونحن فخورين كبلد عربي بالنجاح الذي تحققه دولة الإمارات من حسن التنظيم والبراعة في الإعداد للمؤتمر على كافة الأصعدة. ولعل العلاقات المميزة والقوية بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة هو ما يفسر أنه عندما اتخذنا قرارنا بنقل استضافة هذا المؤتمر خارج جمهورية مصر العربية لالتزامنا بتحقيق وتنفيذ مراحل خارطة الطريق السياسية على المستوى الوطني والانتهاء من الاستحقاقات السياسية والدستورية ذات الصلة، كان عزائنا في ذلك هو استضافة الإمارات الشقيقة للمؤتمر وبقائه على أرض عربية نثق ونفخر بها. السيدات والسادة، ينعقد المؤتمر العالمي للاتصالات هذا الحدث الهام الذي يحظى باهتمام عالمي والذي توليه مصر اهتماما خاصا، ويترقب نتائجه كافة أصحاب المصلحة. ينعقد اليوم في ضوء العديد من التحديات وفي غمار زخم من الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على كافة الأصعدة، وهو ما يلقي على عاتقنا كدول أعضاء مسؤولية التواصل والتوافق حول العديد من الموضوعات المثارة، كما يلقي على عاتق الاتحاد الدولي للاتصالات مسؤولية مواصلة دوره في دعم هذا التوافق وتذليل كافة العقبات للخروج بأكثر القرارات اتساقاً مع التطور الحاصل وتحقيقاً لأمال شعوبنا وخدمة الأهداف والتنمية المنشودة. ولا يفوتني في هذا الشأن أن أعرب عن بالغ تقديرنا للجهود المضنية التي بذلها وما زال يبذلها كل من الأمين العام للاتحاد الدكتور حمدون توري والسيد إبراهيم سانو مدير مكتب التنمية بالاتحاد خلال السنوات الماضية بهدف تطوير هذه المنظمة وآليات عملها بما يحقق مصالح جميع أعضائها وتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويرها لخدمة المواطن العالمي. تولي جمهورية مصر العربية اهتماما خاصا بسبل تطوير قطاع التنمية بالاتحاد وأساليب عمله وصلاحياته وتنمية موارده، وهو ما انعكس على مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على المستويين العربي والإفريقي، والتي ركزنا من خلالها على تقديم مقترحات تهدف إلى تطوير آليات عمل قطاع التنمية وفريقي الاستشاري ولجان الدراسات التابعة له بهدف المساعدة في إنجاز المهام الموكلة إليه بالكفاءة المطلوبة والوصول لأفضل النتائج والمخرجات لخدمة جميع أصحاب المصلحة. ومن واقع اهتمامنا بضوء الدور الهام والحيوي للاتحاد وقطاع التنمية به، تدفعنا إلى الاستمرار في المشاركة الفعالة في برامج وأنشطة القطاع والمساهمة في إقامة العديد من المشروعات التنموية ذات الصلة بأهداف الاتحاد على المستوى الوطني والإقليمي، وبالأخص بما يخدم مصالح وتطور الدول النامية وتطلعات شعوبها، وذلك اعتزازا بهويتنا العربية وفخرا بانتمائنا الأفريقي. ولعل إيماننا بضرورة الاستمرار في دورنا في دعم الاتحاد وتطوير كوننا من أوائل الدول الأعضاء في الاتحاد منذ نشأته في 1865 وتواجدنا في مجلس الاتحاد منذ عام 1973، فيمثل هذا الدافع الأقوى وراء تقدم جمهورية مصر العربية إلى الترشح لعضوية مجلس الاتحاد عن قارة أفريقيا في الانتخابات المقرر إجرائها خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين في نهاية هذا العام. وفي ختام الكلمة أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى لكم جميعا مؤتمرا ناجحا وإقامة سعيدة في هذه المدينة الساحرة في هذا البلد الكريم. شكرا سيادة الرئيس.